How did you do that? Find an alternative. It's not like just no, don't do that, and then just leave it at there. Like, okay, what can we do instead? What is productive? So that's a key word, I think. Alternative. البديل. فقرروا أنه الاحتياجات هذه اللي المخدرات قاعدة تلبيها للمراهقين يوجد لها بديل. وبالتالي هو حيبطل لوحده. شفتوا التويست؟ في الفكر في التعامل مع الموضوع. الجيل اليوم ما ينفع التهديد والتخويف اللي كان ينفع في جيلي، كنا نخاف احنا. الجيل ده لا، يقول لك انا ابغى اقتنع. ايش يعني تقنعه؟ تقنعه لازم هو من الداخل يستوعب ويؤمن انه ده الشيء ضرره اكبر من نفعه. من الشاب مثلا يكون في غرفه الفندق لوحده وفي كل انواع الكحول وممكن يشرب ولا احد حيدري عنه، ولا اهله ولا المجتمع، ويقرر انه ما يشرب وما يحس اصلا بصراع. هو مقرر من الداخل انه ما يبغى يشرب لانه مصلحه في عدم الشرب، مش عشان مجتمع، مش عشان ضغوط خارجية، مش عشان أهل، من الداخل. وقتها يكون التغيير مستدام. فأطلقوا حملة جميلة جدا، حتى مسماها رائع. أطلقوا حملة اسمها Natural High Campaign، حملة الانتشاء أو النشوة الطبيعية. يعني النشوة اللي بتجيهم من المخدرات اللي تخليهم ينسوا مشاكلهم، اللي تخليهم يحسوا بسعادة معينة أو لذة معينة. قرروا أنه يوجدوا لهم نشوة بديلة. إيش هي النشوة البديلة؟ الهوايات والنشوة شاطات. يهو 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 يهو. Okay, so tell me, Mr. Bedrock. Yes. Where are we? We're at Hittusit. It's a youth center here in Reykjavik. Hittusit. Yeah. We call it, it's the other house. The other house. Yeah. It's like a home from your home. Very nice. What are you aiming at? Our goal here is to have a facility and to have tools for young people from 16 to 25 to make their activities, their dreams come true, in a sense. What they want to do instead of us telling them what they should be doing. Every school here in Iceland, it has like a youth club connected to it. Every school. Yes. بعدين قالت لي نقطة مرة مهمة. قالت لي نقطة مرة مهمة نسيتها دحين لأنه تحمست معهم. It's part of our educational system. It's part of the education yes. system. مرة yes. مرة عجيب. أيوة نوادي الشباب هذه هي جزء من المنظومة التعليمية، يعني ما هي موضوع منفصل، وبيعتبروها بنفس أهمية المدرسة. وزارة التعليم تعتبر نوادي الشباب بنفس أهمية المدرسة، نفس أهمية أن الطلبة يدرسوا كيمياء وفيزياء وأحياء العلوم بنفس الأهمية، نفس المستوى، أنه لما يخرجوا من المدرسة يلاقوا هوايات يفرغوا فيها طاقتهم. لأنه الطالب لو فقط مدرسة وكتب وقراءة وتعليم ولما يخرج ما في شيء يحط فيه طاقته حيروح للأشياء السيئة اللي تضره. It's really important that we, when you're educating a child, that you use a different things, not only school. Maybe you're not good at reading and doing math, but you're really good in doing something like in music, physical, physical. Yeah.